السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع عن الاستثمار في قطر، وتركيزنا على دوت المساعد. تمام. فهنبدأ نسأله، نقول له مثلا السلام عليكم، ما هي فرص الاستثمار في قطر؟ تمام. تبدأ بقى تسأل أي سؤال هو يجاوبك عليه. هو ده اللي هيبقى موجود بعد كده، يعني شخص قاعد ال 24 ساعة متخصص في ان هو يجاوب على كل الأسئلة بتاعتك ال 24 ساعة بهدوء وكل حاجة. طيب احنا عايزين نسأل في ايه بقى، وبديك برضو لينكات لو انت عايز تعرف معلومات اكتر. تمام. هل يمكنني الاستثمار وانا خارج البلاد؟ ماشي، كل الأسئلة اللي أنت عايز تسألها تقدر إن أنت تسألها. تمام. لو أنت مواطن أجنبي تقدر إن أنت تستثمر وأنت خارج البلاد، ومفيش أي مشكلة خالص. تمام. حاليا زي ما أنت شايف الموضوع كتابة، قريب جدا هيبقى الموضوع كتابة وصوت، يعني تتصل بالتليفون اللي يرد عليك يكون شات بوت، يبدأ إن هو يقول لك على كل حاجة. طيب خلينا نقول له ما هي طريقة الاستثمار في مجال التكنولوجيا؟ تمام. خلي بالك انا مش باخد الاسئلة جوه بيست، انا بجيب اي سؤال يخطر على بالي. تمام. لكن هو مؤهل ان هو مش عنده مجموعة اسئلة بيجاوب عليها، لا هو عنده مجموعة معلومات لما تسأله بيروح يجاوبك عليها زي ما تروح لشات جي بي تي، لكن هنا بيكون متخصص في موقع معين. وده دي الموقع اللي انا اقدر ان انا اروحه، واحد قطر للعلوم والتكنولوجيا والخدمات بتاعتها. طيب لقيت في الموقع انضم لشبكة المستثمرين في قطر، كيف انضم لشبكة المستثمرين في قطر؟ فيبدأ ان هو يجاوب معاك. لو ما عندوش اي معلومة يقول لك ان انا ما عنديش المعلومه ديت، ويديك موقع مثلا يقول لك استثمر في قطر وهكذا. تمام. قدام الموقع هو اقدر ادوس عليه ده ادخل لنا على الموقع ده. طيب ممكن نسأله ايه تاني؟ ما هي اهم الفعاليات القادمه وتقدر تنسخ الأسئلة كوبي بيست اهوت وتبدأ إن أنت تشوفها. طيب ما هو بلد شخصية خيالية؟ ما هي هو ده الشات بوت اللي بيبدأ يجاوب على الأسئلة. طيب دي فكرة جميلة جدا إن يبقى كل المواقع بيبقى فيها حاجة زي كده. أي نعم ليها تأثير سلبي، ألا هو ان ناس كتيرة ممكن تخسر الوظيفة بتاعتها، وبالذات لما يدخل موضوع صوت. ففي ناس كتيرة بتبقى متوظفة على اساس تجاوب على اسئلة الناس اللي عايز تعرفها الشركة، لكن دي حاجة بقى لازم نطور نفسنا فيها.